اثنين صغارين بس اهلي وزمالك. احمد كابتن احمد كانوا قالوا نجيب الكابتن احمد الكاس بعد ما كابتن احمد الكاس حسوا ان هو مش ميال للفكره ومش الطريقه دي، فقالوا طب نجيب امير عزمي مجاهد ونجيب كابتن سامي قمصان. فطبعا الموضوع ما نفعش، ده جديده دي. ده طرح الكلام. انا سمعت شوقي وسبب كابتن شوقي وكابتن سيد معوض. لا دي تركيبه ثانيه، لازم تركيبه ثانيه. هي العمليه كلها كابتن سيد معوض واحد ماشي، واحد اهلي وواحد زمالك، فهي عمرها ما بتبقى كده، وعمرها ما كانت كده. لانك لما عملت كده جبت واحد بيقول لك احنا الكره لا تعترف بالتكتيك. يعني انت ده واحد المفروض كان من الممكن الظروف تخليه انه يقود منتخب مصر في مباراه او مباراتين. صحيح. في وقت من الاوقات لما كان موسيماني بيدرب النادي الاهلي كان في كورونا، كيفن جونسون هو اللي مسك الفرقه ولعبنا كره كويس، لانه راجل عنده خلفيات، راجل مؤهل انه يعمل ده. كان في اختيار. طيب. انما فيتوريا نفسه ما اختارش ايمن عبد العزيز. انا رايك. طيب استاذ عصام، يعني خليني ارجع بقى لموضوع اخر وهو موضوع التاجيلات. اذا كان هناك لائحه بتقول انه يمكن تأجيل المباراة إذا كان النادي اللي بيلعب في أفريقيا مثلا بيلعب برا مصر، إذن اليوم الرابع ده موجودة، موجودة لائحة، موجودة موجودة جوا مصر. أقولها لك بالنص، يبقى اليوم ما احنا معانا، هتهلنا يا سمير لو سمحت. اليوم الثالث لو جوا مصر. طيب ليه الناس بتتريق على هذا الأمر؟ وليه الناس بتقول في حد أصلا بيدس على الناس إنها تتريق، بينما هي البداية أصلا ببيراميدز على فكرة، لأن هو اللي هيبقى سابق في التأجيل. فالحكايه انا بتكلم على الاهلي وزمالك وبيراميدز ومودرن، انا بتكلم على اللي بيدفعوا في الاتجاه ده. الاربع انديه من حقهم ان يظلوا على عهد مع المسابقات اللي مضوها، وادي اللائحه هي بدات تظهر، على ان تلعب داخل البلاد اليوم الثالث، خارج البلاد اليوم الرابع. صحيح. ولو حضرتك فاكر هنا حد كان برضو بيقول هل يمكن، يعني قلت له الاهلي مدي مش بس وعد، مدي كلمته انه طالما وقعنا على ده خلاص، لو الثلاث ايام دول في الجغرافيا اللي جايه والتغيرات المناخيه هيبقوا كل يوم هيلعبهم كل يوم، المهم ان اسمهم ثلاث ايام ساعه ما مضى. تمام. وبالتالي هنا الدفع دفعا بالنادي الاهلي. فحد يقول لك اصله النادي الاهلي، اصله الاهلي، طب ايه في ايه في ايه؟ يعني حد يفهمك؟ مش عايز يفهمك، ارجع لله. اقول لك واكمل لوائح، واكمل لوائح. زي بالظبط سؤالك، مش بس مين كان ممكن يمسك المنتخب، سؤالك عن المرحلة راحت بإيجابياتها بسلبياتها وإيجابياتها. لا، المرحلة راحت بسلبياتها وسلبياتها، والقادم ما تضمنش فيه أي إيجابية. اللهم إلا حاجة واحدة، إنك جايب حسام حسن عن كتلة من السنين ضاعت عليه، كان من حقه يبقى موجود الحقيقة، يعني لديه خبرات متعاظمة. حتى لو قلنا إن جزء من المشروع بتاع حسام حسن إنه من كتر الزو وزو مس على اخونا وليد الفراج زيو وحسام حسن زيو، قال لك يا عم هات وخلاص خلصنا، يعيش بقى يعيش، يعوم يعوم، ما يعرفش يعوم مالناش دعوه. فالتالي بقى في الامر ايه؟ ان حتى لو فتره الحمايه دي حصلت هتبقى بقوه من الجهاز اللي لازم اي جهاز غيره يبقى زيه، ولازم اي تخطيط يبقى ليه ملحقات في الناشئين والشباب. والله من غير فلسفه، لكن انت جايب لي حضانه بس عشان طفلة ولد متأخر يومين أو بدري يومين، لا طب كسبنا إيه بقى؟ ولا أي حاجة. وبالتالي ما يحدث الآن هو قنبلة دخان. وساعات خالد ليه تعبير ظريف كده أما بلتقيه يقول لي العصفورة إيه؟ يعني فكرة إيه؟ بص العصفورة، إنك بص العصفورة، إنك أنت تعمل حالة كده عشان تخلع من حاجات تانية. اللي هي؟ اللي هي المحاسبة عما فات، لأن على الأقل المحاسبة الفنية لا أتهم أحد في حاجة ولا عزم، لا طبعًا، محدش يقدر يقول على ناسنا كده. لكن المحاسبة الفنية خاصة انه حتى الجزء المادي، وانا مال انا والصرف ولا السرق؟ ما اذا كان كده كده اهدر، نعرف حتى مين اللي اهدر يا اخي. فاذا كان ما عندوش جنائي يبقى عنده انه ما يجيش هنا تاني، او مالوش دعوه بالفلوس خلاص بقى يشوف اي حاجه غيرها، يجي الصبح ما دام ازمته انه لازم يعدي من شارع صالح سليمه او شارع الجزيره، ها عشان يعدي على المبنى العتيد ده، يعدي يا عم وراح اي مشوار من غير ما يعرف. ويشرب الشاي برضه. ويش يا عم موافقين على حساب احسابي والله خمس سنين ماشي، ربنا يدينا ويديهم طول العمر والصحه. وبالتالي بس الدوره اربع سنين ما هو قادم يا عم، وسنه من عندي عشان يعملوا انتخابات تخيليه برضه فما يجوش. الاهم من كل ده، انت بتستعد لايه خلال الشهور المقبله؟ انت عندك ما تبقى مباراتين، هو حد يقول لك مش ذات اهميه والكلام ده، مش انا مش قصدي كده، لكن مباراتين باذن الله جايين جايين. خلي بالك اللي بيقولوا لنا، اللي بيقولوا لنا مع احترامي حتى لو فيهم خبره،
اصل انت فاكر الراجل ده ايه اللي حصل؟ ده الراجل ده لعب ماتش الجزائر ايه عيد تاني كده ماتش ايه الجزائر المباراتين اللي جايين جينا لا المباراتين اللي جايين اللي هم في تصفيات كاس العالم بوركينا لا استنى انا بس اقول على حاجه ان الناس يعني بتقول ايه سيبك من سهل وصعب عندنا مباراتين وخلاص لازم اي حد هيجي يلتزم بيهم انا بحسب جايين دي اللي احنا نكسبهم نكسبهم يعني لا طبعا جايين علينا عشان لان بعد اللي احنا شفناه يجي وقتهم لانه انت لما قلت الجزائر لا ساعتها انا اتخضيت يا حكام ليه لانه في الاخر احنا كسبنا الجزائر لان اللعيبه قالوا لبعض تعادلنا او تعادل يعني ما كنا كسبانين جول انتوا ناركم مش معدي لو روحتوا بعد ماتش تونس ولا تقول لي بقى الراجل تكتيك من البرد ولا تكتيك من الفنيات ولا تكتيك من اي حاجه اللعيبه عارف الله يرحمك كابتن جار في 98 كان بيقول لبعض اللعيبه البيض هيشتغل لو خرجنا هكذا يبقى بيض وقوطه مع الفنيات بقى ده المعلم طبعا. لكن انت النهارده عايز تقول لي ان الماتش ده ما لعبناش هنلعب زيه ازاي ده هم اتحطوا في مقنع اما كلنا الثلاثه من تونس ثلاثه الكرويه يعني وبالتالي انتفض اللاعبين والراجل وقف من بره هاي هتلر وخلاص طب ايه ده وبعدين هو النجاح واستمراريه مش ماتش ما ده اللي بقوله لحضرتك اصل يعني مش ماتش ان انا اكسب ان انا ابقى كويس اتناقش ما دي كملت الدخان عمال اتناقش ام الراجل ايه اللي حصل ما هو كان كان ماشي فين ولاعب مين لا بالظبط وبامره ايه تمام فما هو قادم مباراتين هنكتزهم بحسام بروح اللعيبه وان كان طبعا اتمنى ان تجربه حسام يكتب لها النجاح وهو كمان لازم يخلي باله في حاجات بقى خلاص ما تنفعش انت كبير قوي وكبرت قوي انك قائد منتخب مصر فنيا بقى مش على مستوى الشارع وبالتالي خلي بالك برضو في حد هيسيب لك كده شويه حاجات ها لكنك مش شايفها وبالتالي لا الموضوع محتاج ان احنا نبدا باذن الله تعالى نناقش احنا عندنا سيستم ولا لا احنا عندنا ما يؤدي حتى عشان الست شهور اللي جايه دي لو فيها الله عليك يعني اشكرك كابتن هو ده النهايه ان بعد لنا ست شهور يصلح نلاقي في نهايه الممر بتاعهم شيء ايجابي عايزين نوصل على فكره انا هتكلم لا معلش انا هتكلم في النقطه دي بس لا بس دي نقطه مهمه جدا فتحها استاذ عصام لانه